عشان يكلمنا برضو عن المباراه. كابتن ايمن ازاي حضرتك؟ كابتن سام تحياتي ليك والكابتن حماده صدقي والكابتن اسامه حسني والكابتن سامي بدوي. طيب كابتن ايمن. ازيك يا كابتن ايمن؟ ازيك يا ايمن؟ اهلا بيك. منور يا كابتن ايمن والله. ربنا يخليك يا كابتن. حبيبي ربنا يخليك. كابتن كابتن ايمن برضو النهارده اولا عايز اعرف راي حضرتك. اولا الهدف اللي تم الغائه من قبل جونيور اجاييه هل هو هدف صحيح ولا مش صحيح؟ مبدئيا بس انا لا بس خليني الاول وهسيب حضرتك تتكلم يا كابتن ايمن. بس انا عايز اللقطه دي الهدف ده اللي في الدقيقه 40 او في الثانيه 40 هل الهدف ده صحيح ولا مش صحيح؟ طب هقول لك حاجه في الاول. بس الاول انا لازم اشكر الجماهير طبعا ولازم اشكر لعيبه النادي الاهلي على المجهود اللي عملوه النهارده طبعا. الهدف اللي جه بتاع ابراهيم من وجهه نظري هدف سليم 100% لان الكره لما اتلعبت انا عندي باين لي اجاي الرجل كانت ورا الرجل. لو لاحظنا بعد من اللقطه هي جت من لقطه واحده بعديها الرجل طلعت هم كانوا على خط واحد. اللعبه ديت في المكان ده كان لابد من استمرار اللعب. في اللعبه ديت انا شايف ان هم كانوا رجل اجاي والمدافع كانوا على خط واحد. اصل دي لعبتك او انت يعني اللي دايما تشوف الكرات دي. والله في المكان ده وفي الوضع ده وفي كان لازم المساعد يسمح باستمرار اللعب. لا كان لازم يسمح باستمرار اللعب لانها لعبه سليمه 100% لان هي لعبه سليمه. انا على خط واحد. رجلينا على خط واحد فكان لازم يسمح باستمرار اللعب. لكن هي في مشكله اكبر من كده كابتن اسلام. النهارده جسامه مش ده جسامه اتكلمنا عليه امبارح قلنا اكبر حكم في افريقيا. لا النهارده جسامه لا مش ده اكبر حكم في افريقيا. اكبر حكم في افريقيا ده لازم يبقى عنده تعامل نفسي كويس مع اللاعبين في الملعب في اي مباراه حتى مش المباراه دي كان ليها نتيجه معينه في اي مباراه ما تستفزش اللاعبين. النهارده زي ما شفنا انت بتطلع انذارات بتدي انذارات في النادي الاهلي كتير جدا بتطلع الانذارات في العاب ما كانتش تستحقها كان ممكن ان انت تمسك ايدك في الانذارات فيها. برغم من كده كابتن اسلام لو لاحظنا في اخر المباراه كان في لعبه لاحمد فتحي عرقله بدون كوره مش محتاجه حاجه. انا لا اطالب شيء اطالب بالعدل فقط. انا لا اطالب ان الحكم يديني حاجه زياده انا بطالب بالعدل فقط. احمد فتحي دي هو ما اداش فيها انذار الاخيره اللي احمد اتعرض أيوة. أيوة. واضح يا كابتن ايمن ان هو واخد تعليمات ان ما حدش ياخد من فريق جنوب افريقيا انذارات واضحه للاعمى يعني واضح. احنا لعيبه وشفنا الكلام ده وعارفين الكلام ده لما بيحصل بيبقى واضح جدا للجميع. بص يعني انت كحكم ما تعملش سيناريو قبل ما تنزل الماتش. انا بكلمك بمنتهى الامانه انت عارف انا بتكلم وطول عمري بتكلم بصراحه ولما كنت بحكم جسامه عارف هو بيعمل ايه النهارده. بمعنى ايه يا كابتن؟ يعني. بمعنى ايه؟ بمعنى هو عارف في مش ده اسلوب تحكيمه يعني مش ده الاسلوب بتاع التحكيم ان انت النهارده استفز اللعيبه النهارده تدي انذار. هقول لك على حاجه ثانيه. اتفضل. النهارده كل كوره مرفوعه في ال 18 لو الحارس ما مسكهاش بيدي فاول على طول. لو لعبنا في كوره الحارس كان معاه زميله. صح كان معاه زميله والكوره وقعت. صح الكوره وقعت وفي الاعاده وكل اللقطات دي موجوده. نعم الصفاره اول 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 ما اول ما الكوره تقع بعيد عن الحارس بيصفر. نعم حارس متميز وكل حاجه لكن انت النهارده بتدي له النهارده مع زميله بيطلع وقعت منه الكوره. مش كل كوره في ال 18 تصفر للحارس فاول. في حاجات النهارده اي حد تحكيم بيفهم لازم يعرف ان النهارده هو كان اسلوبه مش هو ده اسلوب جسامه مش ده هو ده اكبر حكم في افريقيا. الحقيقه يعني انا بتكلم بمنتهى الصراحه وبمنتهى الامانه. كلمه مهمه جدا اللي هو عارف بيعمل ايه. وبعدين انت حكم كابتن اسامه يعني جسامه يعني هو كان بيحكم ماتش الاهلي في النهائي مع الوداد. الوداد مظبوط في حاجات غريبه بتحصل فعلا بعد الوداد راح حكم المغرب كوت ديفوار تصفيات كاس العالم. الكلام ده مش مقبول يعني الكلام يعني في حاجات كده مش مظبوطه. يعني لازم الامور لان خلاص الدنيا كلها والتحكيم النهارده الافريقي اللجنه بتشتغلوا شغل كويس وعندنا حكام يا كابتن. النهارده عندنا اذا كان جسامه احسن حكم في افريقيا يبقى عندنا النهارده جريشه يبقى ايه البنا يبقى ايه ومعروفه والناس اللي عندنا تبقى ايه ومحمد عادل. يعني انا بتكلم بمنتهى الامانه حكامنا احسن حكام بالنسبه النهارده لما احسن حكم في افريقيا بالوضع ده. لا النهارده بصراحه اداء سيء للحكم جسامه. اشكرك شكرا جزيلا يا كابتن ايمن. الكابتن ايمن دجيش خبيرنا التحكيمي في قناه النادي الاهلي معلق